وقد أوضح الخبير العسكري العقيد حاتم صابر في مكالمة هاتفية سابقة أن التعاون العسكري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على الصعيد العسكري يؤكد حرص البلدين الشقيقين على رفض العلاقات الوثيقة بينهما عبر صقل الخبرات الاحترافية القتالية العالية للبلدين. أهمية التعاون العسكري ما بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية هو تعاون وثيق ممتد عبر عشرات السنوات الماضية. يمكن كان لي تجربة شخصية في هذا الأمر بالاشتراك في تدريبات مشتركة مع القوات البحرينية، وما سأحكي أو ما سأقصه هو تجربة شخصية عن جاهزية هذه القوات واحترافيتها وانفتاحها على مستوى تكتيكي رفيع غير مسبوق في الدول العربية، مما ساهم في تبادل الخبرات العسكرية ما بين القوات المسلحة المصرية وبين القوات المسلحة البحرينية، وكان له عظيم الأثر في رفع الكفاءة القتالية لكلا القوتين، وهو أمر أعتقد أنه بات أمرا حتميا على الدول العربية أن يتم بينها وبين جمهورية مصر العربية وبين بعضها البعض تدريبات عسكرية مشتركة، الغرض منها هو صقل الخبرات وتبادل الخبرات للوصول إلى مفهوم تكتيكي موحد يلخص مستوى العسكرية العربية على مستوى العالم.